ما خلناش الا بركه. ويس محمد كي داير لاباس عليك؟ سمح لي ديرونجيتك في هاد الوقيته هادي. اسمعك معك سيدي محمد، معك عمر، عمر مسامح. شكون؟ الله يسمح لك، قلت لك عمر مسامح. شوف اخويا غير بغيناك على واحد، احنا واحد الجمعيه ياك و بغينا نستشرو معاك اخي. كان داز في واحد القريه اخويا، دير واحد المدرسه تيدوزو من واحد الواد وتيديرو غير واحد الطاوله ديال المدرسه، ياك اخويا متبع معايا. اها وبغيت غوانتانامو اخويا، كاين في البيرو دابا. صحيح يا اخويا، ما كنخدمش في غوانتانامو، انا كنخدم في السويد، ايطاليا، فرنسا. السويد سميتها السويد ماشي السويد اخويا. مرحبا اخويا، ان شاء الله حنا ملي غنديرو الجنسيه ديال السيد ونجي نخدم معانا عند السيد اخويا. والله يمسخك اخويا، هذا هو العمل الاداري. واش اخويا تتسبني؟ علاش تسبني؟ علاش تسبني؟ انتوما ما عندكم ما يدير مجموعين، قلت ورا نصونيو لهذا نديرو نجيو نشوفو شنو كيدير في الليل، ما عندكم ما يدير. خويا هاد لمتينا وحقنا اخويا، حنا بغيناك على عمل خيري ودعيت سبيتينا اخويا وانا صحابي غير تنضحك. سبيتينا ويا الله يرحم لك والديك فضل الله. ودابا هادي رافعين العراض انت هنايا غنتابعو حنا والعادي الميلودي، فهمتي؟ باش نقولها لك سميتو السب والقذف على امي. ها السب والقذف من عام حتى لست سنين ديال الحبس. السب والقذف، السب والقذف شنو هو؟ تعرف شنو هو السب والقذف؟ سب يا سب قذف يقذف، فهمتي؟ وانا سبيتيني وانا جمعوي رئيس ديال الجمعيه ديال حقوق الانسان ورئيس جمعيه التضامن الانساني بلا حدود، وحنا بغيناك دير معنا خير ونبنيو قنطره. زعما قلنا انت راه طاشر ولا بنا؟ ما عمر شي واحد قال لك سير عاود المخك تفوت هذيك الجمعيه عندك. ايوا خويا دابا انت تسب لينا حتى الجمعيه اللي هي واحد العمل مقدس. ما سيروا اي جمعيه كلكم الشفار. اذا انت تتحمل المسؤوليه ديال المسؤوليه ديالي نقدر قدام امام الملا. تتحمل المسؤوليه انت يا رئيس غوانتانامو الفاطر يا الامي، هادشي راه غيصيفطك للحبس. انا هو الجدر اللي غيخلي عشتكم نتوما وذوك الجمعيه. اذا انت تقول بان الجميع الجمعيات المغربيه كلها نصابه وشفاره. كلكم نصابه وكلكم الشفاره، وقال لي في المغرب نصابه وشفاره من اصل زاد ومن عليهم الوالدين كاملين. من الراس الكبيره حتى الراس الصغيره، يعني مخزن، اداره، وزارات، حكومه، الشعب، كلشي شفار. والحكومه الله ينعم عليها الوالدين. مرحبا اخويا السيمو، كمل لي الكنيه ديالك اخويا الله يسر عليك. اي السيمو رجوان مقيم بقنيطره رقم الدار السميه. عطيني نيميرو د لاكارت ديالك اخويا داك انت راجل. نيميرو د لاكارت ناسيونال ديالك داك انت راجل. نيميرو د لاكارت ناسيونال ديالي قيد 25 32 26. واخا بلاتي بلاتي. عندك السيرو اخويا لك رجعي عزال، عندك السيرو جديد؟ لا اذا جات تحدى انت المخزن تتحدى المقدسات، كلشي شفار في المغرب. كلشي شفار منهم حتى انت. لا انا شوف انا ان شاء الله هو اللي غادي نجيب لك القفه، حيت غيحيدوا القفه من الحبس. لا راه حيدوا القفه من الحبس، انا قاعد عارف شنو كندير. انا كنصوم اصلا، ما كناكل من الشهر الشهر. بخوش البواله. واخا خويا. اكس الدار اخويا. اقطع
الباقية غير مفهومة، المتعمرة في المنزل. واخا خويا باغي تزيد شي حاجة؟ عندك شي إضافة؟ لا إضافة مرة صحبة، قال لك بنت المعنى فايدة في تكرة الزيادة مرة صحبة. لا دابا خلي لكم نتوما القارئ اللي كتزيدوا الزيادة. لا دابا واش عندك شي إضافة؟ حيت 5 سنين د الحبس راه ضمنتيها، زدير شي إضافة. زيد واحد شوية زيد. لا دير شي إضافة، بغيتي تسب شي حاجة، سب شي حاجة كبيرة في البلاد. زيد واحد شوية، زيد واحد شوية، 5 سنين قليلة في هاد الشيء. واش تقول في المخزن ديال المغرب؟ المخزن، شنو تقول في المخزن ديال المغرب؟ شنو تقول؟ والمخزن اللي كيخدم معقول عمر دار، وكاع اللي كيخدم خير الله ينعل ليه البوليتي. ما بقاش كلشي شفار. كلشي شفار. قبيله قلت لك. شوف انا قلت لك الحكومة، قلت لك شفارة. الحكومة داخل فيها المخزن. حكومة ممثلة الدولة. حكومة تمثل الدولة والوطن. الوطن فيه الأمن، فيه بزاف ديال الحوايج، فيه الشعب. دابا ولا عاش الوطن. واخا عاش الوطن. واخا وقول محمد السادس الله ينصره، الملك البغداد البلاد، الملك ديال البلاد. اي راه الله ينصره. مني انت كدوز هذا الوقت هذا، مني مخلي الحريه بحال قران، كنت كتهضر في هذا الشيء هذا، راه الله ينصره. لا هضر معنا بوضوح، يعني شنو تتقصد دابا؟ قول لي انت فين كاين الناجي عندك؟ انت اخويا مؤيد البوليزاريو، حلف عليك انت يا مؤيد البوليزاريو، وما تتأيدش الملكية، انت مؤيد الجمهورية. اقسم بالله العلي العظيم، لا انت من ذوك 20 فبراير، انت 20.5 فبراير، زيد نغزة. انت ولد قريطرة. انا شوف انا راه مشيت 29 162.16. انا وطالب الشرطة باش ديال قنيطرة، باش هاد السيد هذا راه عطاك السمية ديالو وعطاك نيتو، حنا في انتظار المعلومات اللي غتوصلنا. دابا بغيت نسولك، بغيت نسولك هاد السيد هذا خاصو يت. الله ينصرو. لا هضر معنا بوضوح، يعني شنو تتقصد؟ انت اخويا مؤيد البوليزاريو، حلف عليك انت يا مؤيد البوليزاريو، ما تتأيدش الملكية، انت مؤيد الجمهورية. اقسم بالله العلي العظيم، انت من ذوك 20 فبراير، انت 20.5 فبراير، زيد نغزة. انت ولد قريطرة. انا شوف انا راه مشيت 192.16. وانا وطالب الشرطة باش ديال قنيطرة، باش هاد السيد هذا راه عطاك السمية ديالو وعطاك نيتو، حنا في انتظار المعلومات اللي غتوصلنا به. فهاد السيد هذا خاصو يتشد. انت دابا بلاتي بغيت نسولك انت وجاوبني. واه خويا اجي انا تنسمع لك. بغيت نسولك وجاوبني انت بوضوح وبشفافية. واش انت هو هذاك بكامل قواك العقلية والجسدية والبدنية ودابا انت تتقلب عليها، انت تتقول سبيتي الملك، سبيتي الحكومة، سبيتي الشعب، واش تمنيتك؟ ها؟ واش تمنيتك جاب هذا الموضوع هذا؟ لا انت 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 انا عيطت لك اخويا باش تعاوننا كجمعية، تعاون معنا نبداو ان شاء الله قنطرة لواحد المساكن، ونتايا؟ قصة تسب وجبنا اخويا، تسب لنا في الملك وتسب لنا في الشعب وتسب لنا في الدولة وفي الحكومة. حنا نرجعوا للنقطة منين جينا دابا انا وياك. دوال كيدار شنو؟ دابا دخلنا عليك بالله، دابا انت اللي كتهضر الهضرة بحمقها، كان هاد الدولة فيها الخير تخلي حنا، تخلي الدولة فيها الخير وخادمة بلادها، وتخلي جمعية بني قنطرة الدراري منين يدوزوا. علاش شنو فيها؟ حنا تنتعاونوا، الهدف ديالنا هو شي تي اليد في اليد، ما يمكنش كلشي تيدير كلشي، فهمتي؟ قدر انا عايز مالك توما جمعيه معقوله ومن وفين المشكل عندك؟ فين تتعرفنا دابا بلاتي؟ جاوبني على السؤال. جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله وتصبع على ما فعلتم نادمين، فهمتي؟ وتصبع على ما فعلتم نادمين. الشفاويه ما بقاش الناس كدوز الشفاوي، الناس دابا كدوز داك الشيء اوتوماتيك. دابا نتوما والجمعيه معقوله، وسول امك، امك راه تجي تاخذ معدنا الحليب وتاخذ معدنا الطحين وتاخذ معدنا، فهمتي؟ امك سولها تقول لنا ماشي معقولين. تعلم كون راجل. جوج حوايج غنقولهم لك خلال التجربه ديالي. انا ما صدت الصباح الحليب جاي من عندكم.
وقول شوف اخويا انا غادي ننصحك لله في سبيل الله. راه شحال واحد خرج عليه لسانه ياك سي. وثاني حاجه شحال واحد خرج عليه الفضول ديالو وسير ما دي عندك ما تخرج علينا انا غنصيفطك للحبس. تصنى تصنى ما تبقاش تهضر. انت غادي دابا غادي تتناس ولا انا غادي نخرج غنجي نفقس لك راسك. والله يا امك حتى غنصيفطك للحبس باش نوري لامك تسب الملك وتسب الحكومه وتسب الشعب وتسب كل شيء شفار. مال امك انت اش غتكون في خلق الله اللي غادي تسب لنا حنايا؟ مال امك ان شاء الله ان شاء الله يا الملحد العروبي اللي ولدك في قنيطره لدين امك ماك تسحب راسك في نيوجيرسي قنيطره سير لامك ولد الميريكاني وانت غا ولد ميريكاني. نقول لك التاريخ ديال القنيطريين ها راه كاينه قاعده عندكم ديال العسكر تما الميريكان كانوا تيجيو كاع كلاو القنيطريات. حتى ولد الميريكاني سكوت لدين امك سكوت قلب على باك. انا ولد اللي حواك يا ولد الخحبه الله ينعل الزمن بوك. مابقاش تبا ولد الخحبه تقولنا حنا شفاره. كنتي معنا تقولنا شفاره. كاين جمعيات ولد الخحبه تقول الناس تقول الناس من الفقر تقول الناس من السرطان تقول الناس من شحال من حوايج داروا الخير. يعني هناك بعض الجمعيات ما عندهمش قيام ولكن هذا ما يمنعش اننا حنا تنشتغلوا بواحد الموضوعيه بواحد طبيعه الحال. تفضل تفضل عندك الكلمه. سبرديله هادشي صعيب عليك تتعرفش حتى اللغه العربيه. تا حمار خصني نهضر معاك ب انا ما قاريش اللغه اخرى ما قاريش نصرف. دابا خويا نتايا عطيتي لادريس وسميتك ولابيل حامضه القضيه. دابا غنجيك من الاخر واش تسمح لينا باننا ننشروا هاد الفيديو؟ حتى دابا ديال القضيه جا دابا كان عطيتك سميتي وكنيتي والنمره ديال لاكارت ديالي وكذا والخريزو والخريزو انت قاعد الثاني اللي عطيني حتى عنوان داركم نجي عندك دابا وندير لك هادشي فيديو. وانت راه غيدوزوك مع لاضيان ديال هادي الميلودي نهار الاثنين غتقدم انت ويا هو غيدخل لاضيان انت عاطي القيمه لهادي الميلودي تا هو انت تسبو قول لي قول لي اش تقول على هادي الميلودي. بان لي انت هو الوجد يا اخي انت هو اللي تسبو انت هو اللي تسبو تدير على الفيديوهات. دابا دابا نسوي القيمة لهادي الميلودي. دابا نجاوب لا عمر هذا راه راجل وبعقله وتيجي الخير لا تيجري في الخير. لا عمر انا بعدا انا بعدا تيطربني فنان فنان. كتفكر اللور ما كتفكرش قدام الناس كتفكر في حاجة اللي كتزيد القدام. انا تيطربني اذا كتصنت لي لهادي الميلودي. دابا نجاوب انا تيطربني هذاك استاذ في الغناء الشعبي استاذ ديالك. دابا نجاوب دابا قول لي قول لي نقول لك دابا قول لي واش تسمح لينا باش ننقلوا هذا البرنامج هاد المكالمه نقل هذا البرنامج كاع. وانا كنقول لك نجي عندك مباشره ونقلوا مباشره تما كصاحبي. اذا اخويا انت موافق بان هاد لابيل دوز في يوتيوب؟ دابا انت بغيتي هاد لابيل دوز؟ انا تنسولك اخويا يلا دايزه بك ولا بلا بك. وا شكرا اخي تبارك لا غايجيو يسمطوا لك الوكيل الملك ان شاء الله. تعشى بعدا تعشى كيبان لي فيك الجوع لا تولي لقيتيني تناكل غير واحد الحلوه طوفيطه حد شي 80 طوفيطه خنشه ديال كيلو ونص تناكل فيها. جابتها خالتي من فرنسا. طوفيطه 80 حبه ديال طوفيطه. وين اخويا انت دابا بنادم ولا ديناصور؟ خويا تهلا في راسك وما دير في بالك والو. حسيت بك دخل معاك الصهد. هذه هي الحياه هذا درس غتاخذه في حياتك. ما عمرك تقاد تثق في التليفون وما عمرك غتسب وتخلط. ولكن الله خلق جوج حوايج خلق الليل النهار بيض الكحل بلوس موا فهمتي. ماشي كلشي خايب ماشي كلشي شفار ناقص والزائد وان شاء الله ملي تمشي للحبس وغتريح وتجلس حدا هذه الميلودي الله يلا ضحكتيني كان هي اللي ضحكت ما ضحكتيني ولا غير ضحكه. سبحان الله يلا خمي امك شنو سميتها؟ ها؟ امك شنو سميتها؟ امك تسميتها سميتها ريما. وانت امك؟ انا امي سميتها روزاليندا. علاش نهضر معاك شنو سميت امك؟ حاجه سميتها اوشو مزيوده في الجابون. شنو سميت شنو سميتها؟ اوشو اوشو نيري وديك البلاد اللي قلتي لي شنو سميتها؟
اللي فيها الصفر والزرق، كاينه في اوروبا فيها الزعران، شو سميتها؟ هذيك سميتها نيوزيلندا. لا لا، كاين النرويج وشنو؟ دابا دخلنا ولا واش ما عندك ميتا؟ وشنو سميتها تبدا بالس اس س ولا حفظك؟ ما عقلتش اخويا. عندك قلتي لي السيده ولا ما عرفتش؟ والله ما عقلت. سميتها السويد الامي، السويد. دار القاري. ماشي السيده. انا خويا دابا انت قاري واعي دابا انت. ولا خويا تهلا لي فراسك. ولا ما بقيتش انا نعيط لك مره مره كل شهر غنعيط لك اخويا نهار الاثنين تكون محكابه فهمتي؟ تعيط يوميا تمام. اذا التليفون ديالك ما بقاش خدام احنا راه مسافرين. لا انا خدام كونان سير سير لاجونز بعدا راه بالسميه تلبس السميه والكنيه وكلشي. اه يا خويا انا ما نشوهك وما والو، انا غير هاد المكالمه هي مكالمه ساخره وزويونه وعجباتني انا بعدا ضحكت وعطيتيني الاوتوريزاسيون باش نتصور معاك تاهما. وعطيتي عليا الاوتوريزاسيون اللي معايا؟ فين حويل والإقامة وكذا، وأنا كنتسنى فيهم يجي يطلقوا عليا راني لابس حوايجي موجد. إيه ما تخافش حنا جالسين هنا مجتمعين، ما كاين غير الشخوشة الكبار تبارك الله، هما فرحانين ومستعدين. تبارك الله تبارك الله. غادي تفطر معنا غدا إن شاء الله. إيه تهلا يا خويا ولد أمي مليكة تهلا يا فراسك. الله يسهل عليك. الشي الحاسقين اللي ما عندهم ما يداش عارف يشدوا في التليفون. يلاه تهلا خويا غنمشي دابا خصني نصلي تراويح إن شاء الله. تهلا. صلي تبارك الله. غدا غيبدا غدا رمضان ان شاء الله غادي نصومو شهيره ان شاء الله يا خويا. مبروك عليك الحبس خمس سنين. رمضان ان شاء الله سير على الله. عندك السب والقذف وسب المقدسات والتشهير والابتزاز وشنو هي والتهديد. ودي اللي ما قاريش ما كيعرفش شتي انتوما اللي قاري اللي كيبقى لكم ماشي. وسير اخويا غادي تعرفوا غادي. مزيان ودير شي جوج سيلوات ولا ثلاثه. منين تكون واكي جوج سيلوات انا ترانسفورماتور نكتب جوج سيلوات. نتنطر الزرابي انا راسك بحال المسطرة. يلا اخويا مبروك عليك الحبس خمس سنين الحبس مبروك عليك تهلا اخويا. زيد زيد شوية زيد قليلة قليلة. قول اخر كلمة استاذ اخر كلمة. غادي تسند لاخر كلمة. قلنا شي اخر كلمة باش ان شاء الله هي اللي غنفعوها في الميزان. سير سير الناس سير الناس راه كتبان ليا مضروب بشي فردي خاوي. يلا ان شاء الله خويا بنتي لي ترعتي وتخلعتي الصاط يلا هاني ماشي مشكله ان شاء الله. سلامه يا ربون ويك تاني مخلوع واقيلا. يلا ان شاء الله بسلامه. جمع حوايجك ديال الحبس ودي غير البيجامات راه تيكون البرد. لا الحبس كيمشي لي بلا حوايج ديال تما كيعطيهم راه ولاو كيعطيو حوايج جداد تما. عندك الزلال تماك عارف شنو كدي دي معاك الموبرا 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 بيجامات الموبرا سخيف. يلا بسلامه خويا ان شاء الله ان شاء الله. مشيتي فيها